نحن جايين اليوم على الماراثون تنشارك بهالماراثون الحلو. عم نتدرب من فترة طويلة، صرنا مع يحيى منذر الكوتش، وجايين تحت القصف على بيروت ماراثون منشان نشارك بهالنهار الحلو. أنا تقريبا شي 10 سنين مع الكوتش يحيى، بيدربنا بالمنطقة وبيجيبنا على بيروت كل فترة بالماراثون. بالخمسة كيلو منشارك، بالعشرة كيلو منشارك، أكثر من عشرة أكيد لا ما فينا. وبالمنطقة نحن عطول عنا في ماراثون بيدربنا الكوتش.